السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفاتي. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم حلوه الحكاكه ولا حلوه المبشره. غنحضروها ان شاء الله بطريقه سهله وسريعه، كتجي لذيذه بزاف وسريعه في التحضير ديالها، وفي نفس الوقت المكونات ديالها بساطين واقتصاديين. غنحضروها ان شاء الله بدون طابع، كذلك ما غنحتاجوا لا نكوروها ولا نبسطوها. بصراحه من اسرع واسهل الطرق اللي يمكن لكم تحضروا بها الحلوه لفطور العيد، وكتجي مميزه في الشكل ديالها، وحتى بالنسبه للكميه يعني ما شاء الله كتخرجنا واحد الكميه كثيره. المهم ما نطولش عليكم بزاف، قبل ما ندوزوا الوصفه ديالنا ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم باش دائما نبقى محدكم مع الوصفات الجديده والمميزه. وكذلك لا كنتو كتزوروا القناه ديالي لاول مره، مرحبا بكم في مطبخ وصفاتي. اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا دائما بكل جديدي. وكما تعودنا دائما قبل ما نبداو اي وصفه ما نصورش الصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وطبخ عليكم مع المقادير وكيفيه التحضير. بسم الله على بركه الله. وصفتنا اليوم ان شاء الله غنحتاج فيها 125 غرام ديال الزبده اللي كنضيف عليها كاس ديال السكر حبيبات ولا سكر سنيده ما يعادل 150 غرام، وواحد الكيس ديال سكر فانيلا ولا النكهه ديال الفاني. المهم بالنسبه للتنكيه كديروا اي نكهه كتفضلوها، انا هنايا نكهت بالفاني وانتم كيبقى على حساب الذوق ديالكم. المهم في هذه المرحله هذه كندمجوا المكونات ديالنا مزيان باش هكا داك الحبيبات ديال السكر كيذوب معنا شي شويه، وفي نفس الوقت الزبده كتندمج مزيان هي والسكر. المهم بالنسبه للنوعيه ديال الزبده اللي استخدمت، فانا استخدمت النوعيه ديال المارغارين هكا بحال ماماتي ولا اللده، لان هذه الانواع ديال الزبده هذه ما كيحتويوش على واحد الكميه كثيره ديال الدهون، يعني كتكون فيهم كميه قليله. لهذا انا غندير نص كاس ديال الزيت. في حاله هكا اللي درتو زبده حيوانيه ولا الزبده ديال الطاسه ديروا غير ربع كاس ديال الزيت، يعني ما ديروش الكميه كامله. المهم هناك ما لاحظتوا معي عندي نص كاس ديال زيت نباتي ما يعادل 75 مللتر. وبالنسبه للزيت فانا كنفضل هكا نضيفو غير شويه بشويه، وانا كندمج في الزبده باش هكا كندمج معنا بشكل جيد. وبالنسبه للزبده يعني بطبيعه الحال من الافضل تكون عندكم خارجه من الثلاجه، يعني تكون غير درجه الحراره ديال المطبخ باش تندمج معكم. ومن كندمجوها مزيان غنضيف عليها جوج ديال الحبات ديال البيض. المهم بالنسبه للبيض حتى هو كنضيفو بالتدريج، كنضيف الحبه الاولى وكنخدمها مزيان بحال هذا الشكل، وعاد كنضيف الحبه الثانيه، وهكا البيض كيندمج معنا بشكل جيد. وفي الاخير كنحصلوا هكا على واحد القوام اللي كيكون بحال كريمه هنا كما كتلاحظوا معي. فالزبده من بعد ما كنخدموها كتولي هكا كريميه ومهويه. ودابا ان شاء الله غنبدا نضيف في الدقيق، وكذلك غنضيف واحد الكيس ديال خميره الحلويات من وزن 8 غرام. المهم بالنسبه للكميه ديال الدقيق ان شاء الله غنحتاج لسته ديال الكؤوس اللي هي 600 غرام. كما كنذكر لكم دائما بالنسبه للناس اللي عندهم الميزان الدقيق ديالكم وزنوه، ولا ما كنتوش كتوفروا على الميزان دقيق غير غربلوه يعني نخلوه، والكؤوس عمروهم غير بالملعقه، يعني الكؤوس ديال الدقيق ما تضغطوش عليه ملي تكونوا كتعمروهم. وكنستمروا بالاضافه ديال الدقيق غير شويه بشويه، وحنا كنعجنوا العجين ديالنا غير بالاطراف ديال الاصابع كما كتلاحظوا معي. المهم بالنسبه لهاد العجينه هذه فهي مختلفه على العجين اللي كنحضروا بها كي الحلوى، يعني عجين عادي كما كتلاحظوا معي. فانا ما كنجمعش العجينه، كنحاول هكايا نخلي العجينه مفرده باش هكايا كتدخل معنا واحد الكميه ديال الدقيق كثيره. في حاله هكا الا جمعتوا العجينه غيصعب عليكم تدخلوا فيها الدقيق، لان في الاخير بغينا نحصلوا هكا على واحد العجينه اللي كتكون شاده راسها ومتماسكه. لهذا كنحاولوا نضيفوا الدقيق بهذه الطريقه هذه. المهم بعد ما كنكمل بالاضافه ديال الدقيق عاد كنجمع العجينه كما كتلاحظوا معايا، والعجينه راه كتجمع هكايا شويه بصعوبه لان القوام ديالها كيكون شويه قاصح بحال الشكل هذايا. المهم بالنسبه للكميه ديال الدقيق فانا دخلت 6 ديال الكؤوس، وانتم كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق ديالكم، وكذلك على حسب الحجم ديال البيض. المهم الا بغيتوا هكايا تجربوا العجينه ديالكم كتجيبوا الحكاكه لان غنستخدموها ولا المبشره، وكتبقاو كيتبشروا فيها العجين. بحال هكا الا بان لكم العجين كيتحك ولا كيتبشر عارفوا بلي العجينه ديالكم هي هذيك، يعني جربوها. المهم هنا العجينه ديالنا كنقسموها ومن بعد كنكورها هكايا باش منين نجيو ان شاء الله نشكلوا العجين ديالنا كتشكل معنا بكل سهوله، يعني ما كنتعذبوش معاها. وفي نفس الوقت العجين كنغطيوه بالقطعه ديال البلاستيك باش كيبقى محافظ على الرطوبه ديالو، وكنهزو منه غير بالحبات حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. المهم في هذه المرحله هذه غنحتاجوا الحكاكه ولا المبشره، غنحتاجوا لهاد الجهه اللي كتكون غليظه ماشي هاد الرقيقه هادي. المهم بالنسبه للحكاكه ولا هاد المبشره هادي ماشي بالضروري تكون عندكم هاد النوعيه هادي ديال الحديد اللي كتكون كبيره، يمكن لكم ديروا غير الحكاكه العاديه ديال البلاستيك، غير هي كتمشيو لداك الجهه اللي كتكون غليظه اللي كنحكوا فيها البصله هي اللي كتستخدموها على بركه الله. ودابا ان شاء الله مباشره غندوزو باش نشكلوا الحلوى ديالنا. عندي هنايا الطاوله اللي غندخلها الفران، انا غطيتها كي بواحد القطعه ديال الورق ديال الطبخ. المهم بالنسبه للورق ديال الطبخ ماشي ضروري، يمكن لكم كيديروا الحلوى ديالكم مباشره من الطاوله. وكنجيبوها كي واحد القطعه ديال العجين وكنبداو نبشرو
ولا كنحكوها بحال الشكل هدايا. المهم ملي تكونوا كتحكوا العجينه ديالكم ما كتهبطوش وتطلعوا، يعني كتمشيو غير في اتجاه واحد، يعني كتحاولوا هكا غير تهبطوا اليد ديالكم باش هكا العجينه كتحك معكم وكتهبط هكايا على شكل طولي. ومنين كنديروا هكا واحد الكميه كنحاولوا هكايا نفرقوها بحال الشكل هدايا، ولا كنوسعوها بحال الشكل غير بالفرشيطه ولا بالشوكه، وعاد كنرجعوا وكنحكوا العجينه ديالنا ولا كنبشروها مره اخرى بحال الشكل هدايا. كما كتلاحظوا معايا كنمشي غير في جهه واحده باش هكايا كنحصلوا على العجينه اللي كتكون طويله، يعني كتكون هكايا محكوكه وهي طويله. وكل مره كنحاولوا هكايا العجينه ديالنا نساويوها بالفرشيطه ولا بالشوكه، يعني ما كنديروش اليد ديالنا باش داك الشعيرات ولا داك الاشرطه اللي كيهبطوا كيا مشهورين من الحكه كامل ينتزعوش معانا، يعني كتبقى هكايا الحلوه ديالنا محافظه على الشكل ديالها. وكنستمر هكايا كنبشر العجينه ولا كنحكها بحال هذا الشكل. بالنسبه للحكاكه كما كتلاحظوا معايا كنهزوها هكا في اليد ديالنا، يعني ما كنحطوهاش مباشره في الطاوه باش يهبطوا منها غير داك الحبيبات، وكما كيهبطوا كيبقاو غير هي. كل مره كنحاولوها كينساوهم غير شي شويه بالفرشيطه ولا بالشوكه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. المهم بالنسبه لهذه الحلوه هذه ما كنديروهاش غليظه بزاف، يعني كيبقى على حسب الكميه ديال العجين اللي درتو، يعني فحال هكا الا درتو غير نص الكميه ما ديروش الحلوه ديالكم غليظه. وبصراحه يا احبائي بالنسبه لهذه الحلوه هذه فهي كتجي لذيذه بزاف ومميزه لا في الشكل ولا في المذاق، غير جربوها كونوا اكيدين غتبقاو دائما ديروها. كما كتلاحظوا معايا بالنسبه للحلوه ديالنا من بعد ما كنبشروها كامله كنجيبوها كياشي سباتيلا ولا اي اداه عندنا وكنحاولوا كنجمعوها من الجوانب ولا نساووها باش ما كيبقاوش فيها داك الطرافي خارجين. ومن بعد كندخلوها للفران اللي كتكون عندنا سخونه من قبل، كنحطوها في الجهه التحتانيه بحيث كتكون نورمال لتحت، علاش على اللي كتكون متوسطه يعني مهيله شي شويه، كنخليوها حتى كتحمر بشكل عادي وكنهبطوها الذهب. وبالنسبه للحلوه ديالنا مباشره من بعد ما كنخرجوها من الفران كندهنوها بشويه ديال الكوفيتير ولا المربى ديال المشمش. المهم بالنسبه لهاد الكوفيتير اللي غدهنوا به الحلوه ديالكم اللي كنتوا كي كتوفروا على الجليكوز، ديروا لواحد المعلقه صغيره يعني كاس ديال العنبه، يعني كاس اللي كيزيد 150 مللتر اللي خاص كنوزنوا به دائما، كتعمروه بالمربى اللي كيكون سائل وكتضيفوا له معلقه صغيره ديال الجليكوز وكتردوه على النار غير حتى كيغلى وكتدهنوا به هذه الحلوه. كتجي معلكه وكتجي لذيذه بزاف، يعني القوام ديالها كيجي مختلف ملي كتجيو كيتناولوها كتلقاو فيها داك التالكه كي معلكه. المهم بالنسبه للحلوه ديالنا كما لاحظتوا معايا كندهنوها وكنحاولوها كنخبطوا شيته ملي نكونوا كندهنوها باش هكا المربى يهبط حتى في الجوانب. ومن بعد كنزينها بشويه ديال الكاوكاو ونكسي ولا اللوز انكاسي اللي متوفر عندكم. بالنسبه للتزيين كيبقى على حساب الذوق، كما يمكن لكم ديروا هكا واحد رشه قليله ديال الكوك، يعني الا ما بغيتوش هكا ديروا الكاوكاو ولا اللوز ديروا هكا شويه ديال الكوك ولا جوز الهند، يعني ديروا غير شي شويه ما تكثروش. والحلوه ديالنا بعد ما كنزينوها كنقطعوها. المهم بالنسبه لهذه الحلوه هذه فهي كتجي هشيشه بزاف، لهذا ضروري خصو يكون الموس يعني السكي اللي غتحرفوا به ماضي باش هكا الحلوه ديالكم ما تهرش معاكم. وفي حاله هكا الا ما كنتوش كتوفروا على الموس ماضي ننصحكم هذه الحلوه هذه تحرفوها يعني تشكلوها وهي مازال خضراء وعاد دخلوها الفران، يعني انسب طريقه الا خفتوا هكا تهرس معاكم حرفوها وهي مازال خضراء يعني قبل ما تدخلوها الفران. وهذا يكون الشكل النهائي ديال الحلوه اللي حضرت معكم اليوم، حلوة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت كتجي لذيذة لذيذة بزاف، نصحكم جربوها. وكما عودتكم دائما ضروري نحل معكم هكايا الوصفة باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. كما كتلاحظوا معايا الحلوة ديالنا كتجي هشيشة وكتذوب وكتجي هكايا فيها واحد القرمشة وواحد الطيبة خاصة. المهم يا احبائي انصحكم تجربوا هاد الحلوة هذه لأنها فعلا كتجي لذيذة بزاف، وأنا أكيدة إلا جربتوها غتبقاو دائما ديروها. يمكن لكم هكايا تحضروها في العيد ولا تحضروها هكايا غير يعني بشكل عادي كي تشربوها مع الشاي ولا مع القهوه. المهم يا احبائي دوما بقى لي الا ندعكم الا كنتو مازال كتشاهدونا حتى لهاد الدقيقه، شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر وصفه ثانيه، مع السلامه.